وجودها المتواصل الرامية إلى رفاهية المواطن التشادي وخاصة الطبقات الضعيفة عبر مؤسسة القلب الكبير والتي دابت في العمل الخيري والإنساني. استقبلت السيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو السيد إندينغا سريفين نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة لمكافحة مرض السيدة. مقابلة كانت بحضور الأمين العام نائب لمؤسسة القلب الكبير السيد عمر يحيى حسين وعدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة. المشاريع المستقبلية لبرامج مؤسسة القلب الكبير في السنتين المقبلة لا سيما رعاية مرض السيدة ومجانية العلاج ومواضيع أخرى صحية نوقشت خلال المقابلة. وتجيء في وقت يستعد فيه الصندوق الأممي لتنظيم يوما إخباري لمساندة مرضى السيدة والوقوف معهم ومن ثم علاجهم والنظر إلى أحوالهم وظروفهم النفسية. السيد إندينغا سريفين نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة لمكافحة مرض السيدة قال: نحن في المنظمة الأممية نتابع أنكسب نشاطات السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو والتي تنصب في إطار محامنا، ومن خلالها توصلنا إلى ديناميكية سحلت عملنا ونشاطاتنا في أغلب دول الإقليم خاصة في تشاد، كما ناقشنا معها خطة عمل مؤسسة القلب الكبير في السنوات المقبلة، كما تلقينا منها التوجيهات والنصائح التي تساعدنا في عملنا في تشاد. وأضاف المسؤول الأممي: تطرقنا أيضا إلى نشاطات تنمي مؤسسة القلب الكبير القيام بها في أوائل وأواسط شهر أكتوبر المقبل. أما المقابلة الثانية جمعت السيدة الأولى للبلاد رئيسة مؤسسة القلب الكبير مع السيد فيليب الممثل الدائم لصندوق الأمم المتحدة لحماية الأمم والطفولة. وفي هذه المقابلة طرحت أيضا نفس الاهتمامات والاستراتيجيات بين مؤسسة القلب الكبير ومنظمة اليونيسف في حماية الطفولة وتعليم أبناء اللاجئين والنازحين ومجانية علاج صحة الإنجاب وغيرها. السيد فيليب سمى جهود السيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو كل يتابع نشاطات مؤسسة القلب الكبير التي تترأسها السيدة الأولى، وقال أيضا: تناولنا في هذه المقابلة مسألة مهمة تندرج في برامج الحكومة والأمل مع منظمة اليونيسف في حماية الطفولة ومحاربة ختان البنات والزواج المبكر، كما طرحنا مسألة جدا مهمة وهي ما يشغل العالم اليوم وهو سوء التغذية والتي تهدد الأطفال في الكثير من القرى التشادية. وقال بأن المنظمة الأممية تولي اهتماما كبيرا لهذا الشأن، وأن السيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو هي واعية تماما لما يجري الآن، وباعتبارها رئيسة مؤسسة القلب الكبير وأم الطفولة التشادية فإن أخذ التوجيهات منها والتشاور معها أمر لا بد منه. وأخيرا أكد فيليب أزمة منظمته في المضي قدما مع كل برامج الحكومة التشادية الرامية إلى حماية الطفولة في تشاد بوجه عام ومع برامج مؤسسة القلب الكبير بوجه خاص.